السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. فيديو جديد ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم عندي لكم فيديو جديد وفكرة جديدة لوجبة الغداء او العشاء. غنوجدوا ساندويتشات ديال الفلافل بالخبز ديال الدار. الفلافل كيجيو مقرمشين وبنانين، جربوهم ان شاء الله يعجبوكم هاد الساندويتشات هادو. غنبدا اول حاجه الخبز. غنصاوب واحد الخبز ما بين الخبز ديال البطبوط وما بين الخبز العربي. عندي أربعة ديال فحال هادو، عمرتهم بالطحين الابيض ولا الطحين ديال الفورس أربعة، وجوج ديال الفينو. عملت معلقه ديال الملحه مع مراش وخلطتهم مزيان. غادي نضيف الخميره ديال الخبز. غنضيف تقريبا معلقه كبيره عامره خميره ديال الخبز، خميره الفوريه طبعا. ومن بعد غادي نزيد الماء دافي، معلقه ديال العسل ضروري باش هذيك الخميره يعني كتلقى معايش تفاعل، وايضا الخبز باش كيجينا يعني بنين. غنزيد معلقه ديال العسل وغنزيد عليهم الماء دافي غير باش تفاعل داك الخميره مع الطحين مع العسل. نخليهم واحد شويه ومن بعد غنرجع لهم. غنضيف الزيت ديال الزيتون تقريبا واحد جوج معالق كبار، وغنعجن الكل بالماء دافي. من الاحسن اننا نضيفوا الكميه ديال الماء كامله في الاول. نضيفوا كاس كبير ونخليوها هي تعجن. الا بانت لنا يعني العجينه خفيفه بزاف نضيفوا شويه ديال الطحين، الا بانت لنا ثقيله نزيدوا الماء. غنخلي هذه العجينه هذه تتلك مزيان تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي ندهنها بالزيت ونغطيها ونخليها تخمر تقريبا واحد نص ساعه. بالنسبه لهذا الخبز هذا كيجي انا عملته يعني باش نصاوب به ساندويتشات، كيكون رقيق وماشي ضروري يكون خاوي من الوسط، يكون رقيق ولكن ماشي رقيق بزاف بحال الخبز ديال الطرطيه، باش ملي نكونوا نصاوبوا الساندويتشات ما يتقبش ولا يتقطع. صافي. من بعد ما خمرنا الخبز غادي نعملو فوق سطح العمل اللي طبعا رشيته بالطحين. راني جابده واحد الميزان، غنقسم العجينه لطريفات وغنوزن في نفس الوقت باش ما يجيونيش يعني شي صغير بزاف شي كبير. تقريبا غادي نعمل كل كره فيها 170، ما بين 170 و 160 غرام. كيف ما كتشوفوا العجينه راها خفيفه شويه. صافي. غادي نشكل الكرات، غنقاد لهم الشكل ديالهم يعني غنقادهم على شكل دوائر باش تجيني العجينه مقاده. بالنسبه لهاد العجينه راه كيف ما كتشوفوا راه خفيفه، وايضا يعني غتكون كبيره، الخبيزات غيكونوا كبارين، فضروري ما نستعملوا الطحين مزيان باش ما يتلصقناش لا فوق سطح العمل ملي نكون كنقادوا الكرات او ملي نطلقوا العجينه ونحطوها تخمر فوق هذاك الزيف. ايضا نعملو كميه واحد كميه يعني ديال الطحين باش ملي غنطيبو هاد الخبيزات هادو ما يلصقوناش في يدنا، يعني نكونو نبغيو نديهم للمقله باش يطيبو يلصقونا في يدنا ويتخسرنا الشكل ديالهم. صافي. هنايا خليت الكره ترتاحو تقريبا واحد جوج دقائق وغنبدا نطلقهم. بالنسبه للشكل ديالهم انا يعني ماشي ضروري يكونوا مقادين، الا بغيتوهم يجيكم مقادين بقاو تطلقوا وتدوروا، تطلقوا وتدوروا باش يجيكم الشكل ديال دائره مقاده. انا كنطلقهم على شكل هذاك اوفال ومن بعد كنقلبهم ونطلقهم بحال هكذا حتى كنحصل على واحد العجينه كتكون رقيقه يعني شويه غلظ من الخبز ديال التورتيه. وغنحطهم في واحد المنديل ديال الخبز يرتاحوا واحد شويه. طبعا كيف ما قلت لكم رشيت الطحين مزيان مزيان ضروري. صافي. غنخليهم من بعد ما غنطلقهم كاملين غنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ماشي بزاف واحد نص ساعه ما كاملاش، لانهم طبعا ما غاديش يتنفخوا بزاف ويعني ما محتاجينش انهم يرتاحوا مده طويله. غنكمل هنايا القطع ديال الخبز ديالي، غنعملهم في هذاك المنديل، غنغطيهم ونخليهم كيف ما قلت لكم يرتاحوا واحد 20 دقيقة. المهم ماشي مشكل فوقتاش كل ما ارتاحوا كل ما مزيان، ما نخليهمش يرتاحوا بزاف باش ملي نبغوا نطيبوهم يعذبونا.
هنايا غنمشي باش نقاد الفلافل. انا في الحقيقه الفلافل كنصاوبهم بزاف، عندي يعني وجبه معتمده، كنقول هما فحالهم فحال القطان، يعني كنطيبوا اللوبيا او العدس حتى هما يعني كندخلهم، خصوصا هاك السندويشات كيتكالو، ويعني الحمص ما كناكلوش بزاف وفيه الفوائد، فيها يعني فوائد بزاف، فكنستعمل انا هاد الفلافل كنعملهم دائما تقريبا على الاقل مره في الشهر. هنا خديت كمية ديال الحمص ونفس الكمية ديال الفول، الفول اللي كنصاوبو به البيصارة، فزكتهم ليلة كاملة. في الحقيقة أنا خويت عليهم المطايب في الليل وخليتهم في الصباح صبحوا يعني مزيانين، لأن إلا خليتهم غير ليلة تقريبا 6 ساعات ولا 7 ما غاديش يرطابوا مزيان. هنايا غنطحنهم، ضروري ما نطحنهم مزيان ماشي حتى يوليو فحال الزبدة، وإنما يبقاو شوية محببين. هنايا غنبدا نطيب في الخبز، من بعد ما طحنت الحمص والفول غنحطو حتى من بعد نكملو. غنسخن هاد المقلة، هادي شي واحد سولني على القياس ديالها، كنظن واقيلا تكون فيها هادي شي 45 ولا 50 سنتيم، ما عرفت. المهم راه هي اكبر وحده كتباع وكتنفعني بزاف، كيف ما كتشوفوا في الفيديوهات دائما كنستعملها، كنطيب فيها شحال من حاجه كتسربيني. بالنسبه لهذوك الخبيزات غنهزوهم طبعا وهما مرشوشين بالطحين، ومني غنحطهم في المقله تكون سخونه طبعا دهناها بشويه ديال الزيت، نقادو لهم الشكل ديالهم لانهم كبار يقدروا يتعوجوا لنا من نهزوهم باش نطيبوهم. غنزيدهم واحد النقيطه هكذا ديال الزيت ونطيبهم من جوج جهات، ما نخليهمش عاوتاني حتى يقصاحوا ويتكرملوا، غيبانوا لنا يعني طابوا وبداو كيتحمروا، صافي نحيدوهم. او فيما نحيد خبيزه نمسح ضروري بهذيك الورق ديال المطبخ اللي فيه شويه ديال الزيت باش كنحيدوا هذاك الطحين اللي زايد. صافي هنا كملت الكميه كامله، كيف ما كتشوفوا راه كيجي رقاق ونفس الوقت يعني غلاط شويه من الخبز ديال التورطيه باش يجيونا ساندويتشات مزيانين ما يتقطعوش بلا صوص ولا بالحشوه. صافي غنغطيهم ونخليهم يرتاح واحد شويه باش ترجع فيهم هذيك الحراره ويبقاو رطبين. بالنسبه لهذوك الفلافل ضروري ما غنتبلوهم بالبصله والثومه. هنا عندي 3 ديال الحبات ديال البصله، كيف ما كتشوفوا راه غير صغيورين، بصله حمراء، الا عندكم بصله الخضاريه يكون احسن، استعملوها هي والعروش ديالها حتى هما، كتجي بهاد الفلافل غزالين. غادي نضيف ايضا القزبر المعدنوس تقريبا واحد القبطه صغيره وثلاثة ديال الفصوص ديال الثومه. غنطحن كل شيء مزيان مزيان. انا عندي الثومه في المجمد، في الحقيقه عيني شريتها انا منقيه وعملتها في المجمد، نفعاتني بزاف بزاف، ما كيبقى على حتى شي حاجه، كنجبدها كنحكها مباشره فوق شي حاجه اولا كنطحنها. في الحقيقه احسن حاجه هي الثومه مقشره في المجمد. هنا غادي نضيف هذيك القزبر المعدنوس البصله والثومه. بالنسبه للتوابل غنضيف معلقه كبيره ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال القزبر حبوب مطحون، شوية ديال الكركم أو الخرقوم، شوية ديال سكينجبير، شوية ديال التحميرة، المهم أن التوابل كاملة كنستعملها، شوية ديال الفلفلة حارة، الملحة أو الإبزار. كنظن أن الوصفة الأصلية على حسب التعاليق ديال الناس كيصوبوا فيها غير الكمون والقزبر، وكنظن قزبر وليبزار هذوك الخضرين اللي ضفتهم ما تديوش عليا، يعني كيضيفوا غير البصله القزبر المعدنوس الكمون والقزبر حبوب، صافي هادشي اللي كيزيدوا، وطبعا الملح والابزار. المهم انا هكذا تعلمتها هكذا بقيت كنعملها. هنا غنبدا نخلط مزيان مزيان العناصر كامله، غنضيف تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال المعالق ديال الماء، معلقه مع مرش ديال البيكين باودر او الخميره ديال الحلوى، وغادي نضيف تقريبا 2 معالق ديال الطحين. غادي نخلط مزيان مزيان، من بعد غناخد واحد الكميه غنضغط عليها بيدي، الا قبطات راسها راه يعني مزيانه، الا تفرتتات لي نقدر نزيد شويه ديال الماء اولا زيدوا الطحين اللي بغيتو، المهم انكم ملي تجمعوها فحال هكذا تجمع لكم في يدكم.
هنايا غادي نوجد الصلصه قبل ما نبدا نقلي في الفلافل، باش هكذا يعني نصوب سندويتشات تكون عندي واجده ويبقاو هذوك الحبات ديال الفلافل سخان. عندي هنايا واحد الكميه ديال ياغورت الطبيعي، تقريبا واحد نقولوا 3 ديال العلب كبار، ضفت لهم 4 ديال المعالق ديال الطحينه، نحك جوج الفصوص ديال التمنه 3 اللي بغيتو، الملحه، العصير ديال الحامضه، صافي هادشي اللي عملت. وغنخلط مزيان مزيان. هنا غتلاحظوا ان الصلصه كتولي عاقده وثقيله، ما كتقطعناش الخبز ملي كنصاوبوا به الساندويتش، ماشي فحال الا صوبنا غير الصلصه ديال الياغورت اللي في الحقيقه المذاق ديالها انا كيعجبني، ولكن هذاك الياغورت كيقطعنا الخبز لان الياغورت فيه الماء. هكذا ملي كنخلصوها مع هذيك نخلطوها مع هذيك الطحينه كتولي عاقده كيف ما كتشوفوا هنايا، كلما حط بقات جالسه كلما كتزيد كتعقد. صافي هنايا غنبدا نقاد في هذوك الحبات ديال الفلافل. كنستعمل هذاك ديال الايس كريم غير باش يعطيني يعني الحساب فحال فحال، ومن بعد كنقادهم بيدي هكذا في نفس الوقت، يعني كنحاولوا اننا ما نفرتوهمش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. والزيت راه عملته كتسخن، طبعا الزيت خصو يكون شويه غزير يعني بالزايد باش نقليوهم ويلقاو فين يتحركوا. صافي هنا غنبدا نحط دوك الحبات ديال الفلافل، وطبعا ملي نحطوهم ما نحركوهمش ما نقيسوهمش، والا غادي تفرتوا لنا في الزيت. نخليهم حتى يقبطوا راسهم عاد نقلبوهم للجهه الاخرى باش يطيبوا من الجهه الاخرى. بالنسبه للبطاطا غنصاوب انا شويه ديال البطاطا في وسط الساندويتش ديال الفلافل الفريت. الطريقه العاديه اللي كنصاوبو كاملين، قشرت البطاطا غسلتها قطعتها على شكل فريت، سلقتها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق طلعت فيها الغليه وصفيتها، خليت حتى بردات، زدت لها الملحه والمايزينا، وغادي نقليها في الزيت هذا نيت اللي غنقلي فيه الفلافل. صافي ملي كتشوفوا هنايا الحبات يعني تحمروا من التحت كنقلبوهم غير بالعقل باش ما يتفرتوناش حيت باقي نرطبين من الفوق، وكنخليهم يعني النار تكون شويه مجهده ولكن ماشي مجهده بزاف يتحمروا من برا يبقوا خضرين من الداخل. ضروري نخليهم يعني واحد الوقت كافي اللي يطيبوا فيه من الداخل. والناس اللي كتخاف من الحمص يعني واش كافي هذا الوقت هذا يطيب فيه؟ راه كافي، راه كيطيب، ما كيوقع له حتى شي حاجه يعني ما كيبقاش خضر، ما كيضر ما والو. صافي هنايا غادي نحيدهم وغنعملهم فوق واحد الورق ديال المطبخ باش يمتص هذاك الزيت اللي زايد. في اخر الفيديو غنحل معكم واحد الحبه باش تشوفوا راهم يعني طايبين من الداخل. غنكمل القلي ديال باقي الكميه ديال الفلافل، وفي نفس الوقت هذاك الشيء اللي قليته غنغطيه بواحد الطرف ديال الثوب باش كيبقى سخون. ملي غنكمل الكميه كامله كيف ما قلت لكم غنبدا نقلي في البطاطا. هذا هو الخبز ديالنا اللي قديناه، راه برد وكيبقى رطب ما كيقصحش. الفلافل ديالنا هما هادو، الشكل ديالهم غزال كيشهي. والصلصه بالنسبه للخضر، الخضر اللي غادي نزيد في الساندويتش، قشرت واحد 3 الحبات ديال المطيشه، جوج حبات ديال البصله صغيره حمراء، الكورنيشون ضروري. الا عندكم مخللات الخضره ممكن تستعملوها. نسيت انا الخس اصلا ما كانش عندي، كان عندي غير واحد شويه جبدته في اخر لحظه. المهم الخس ضروري يكون عندكم كثر، انا كنت ناسيه حتى بديت كنقاد في الساندويتش عاد تفكرته وجاب الله كان عندي واحد شويه غنقضي به. كنعملوا واحد الكميه ديال الصلصه، غنعملوا شويه ديال الخس، نتوما زيدوا كثر الا عندكم. في واحد الطرف ديال الخبز اللي الفوق ولا اللي تحت من بعد غادي نلويوه، كنعملوا هاد الشيء يعني هاد الحشوه هذه كامله ديال الخضر. الحبات ديال الفلافل كنهرسوهم هكذا بيدنا، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال البطاطا اللي قليت، ونزيدو شويه ديال الملحه فوق هذيك الخضره اللي قطعناها، ضروري باش ما يجيناش الساندويتش باسل، وشويه ديال الصلصه. صافي غنلوي هاد الساندويتش هذا، غنطويه عادي فحال اللي كنطويو اي ساندويتش ديال الخبز العربي. نحاولوا اننا نجمعوا الجناب ونطويو فحال هكذا. بالنسبه نتوما الا بغيتو تاكلوا هاد الفلافل هادو
بلا ما تعملوهم ساندويتش، يعني تحطوهم مع شي طبق اخر. من الاحسن انكم تصاوبوا الصلصه ديال الياغورت، كتجي زوينه في المذاق ديالها، وكتنقصوا عليكم هذوك الكالوري ديال هذيك الطحينه، لانها طبعا راها يعني مصاوبه بالزنجلان اللي هو كله زيت. كتصاوبوا غير الياغورت الطبيعي، شويه العصير ديال الحامض، يعني عصير ديال نص حامضه، شويه الملحه، واحد الثومه محكوكه، وكتخلطوا وكتقدموه مع هاد الفلافل. ما تحتاجوش انكم تزيدوا هذيك الطحينه. لكن كيف ما قلت لكم، بما ان هذا ساندويتش، الا صاوبت غير الياغورت غيقطع لي غيقطع لي الخبز ديال الساندويتش. هنايا غنلويهم في الورق ديال المطبخ، ورق الطبخ، لو بابي ما عرفتش سميتو، سولفيغيزي، وغنعملهم في الالومنيوم. لان دابا الصيف ماشي ما كناكلوش للاسف، كل واحد فوقاش كيدخل، كل واحد فوقاش كيجي الجوع. غنصاوبو في هاد الالومنيوم هذا وندخلو للفران باش يبقى سخون. اللي جاي ياخد الساندويتش ديالو. هنايا غنحل لكم واحد الحبه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. وغنحب نحل لكم واحد الحبه ديال الفلافل باش تشوفوها من الداخل، راها كتجي مقرمشه من برا وطايبه من الداخل، ما كتجيش يعني خضره. كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.